السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن استخدام الأحجار في ديكور الحوايط، ازاي هي موضة السنة دي، وازاي ممكن نستخدمها في الحيازات المختلفة، وامتى نحطها وامتى ما نحطهاش، سواء كانت ورق حائط او حجر طبيعي. بس الاول بفكركم تعملوا سبسكرايب للقناة، ولو عايزين تسيبولي تعليق بأي اسئلة عندكم او مقترحات للفيديوهات الجاية ان شاء الله. هو في نوعين للديكور الداخلي اللي بنستخدم فيه الأحجار، ممكن يكون ورق حائط على شكل حجر أو ممكن يكون حجر طبيعي احنا بنركبه. طبعا ورق الحائط اللي على شكل حجر في منه أنواع كتير، في منه أشكال تبان إنها واقعية وطبيعية، فنحاول نختار الأشكال اللي سكيلها أو مقاساتها أو مقاس الرسمة أو شكل الرسمة والألوان بيكون بيدي شكل طبيعي أكتر، لأن في منها أشكال تانية بيكون مقاساتها والرياليتي بتاعت اللقطة نفسها أو الصورة بتاعت ورق الحائط مش بتدي الإفكت إن هي طبيعية. ففي الحالة ديت بيكون طبعا استخدام الحجر الطبيعي هو الأحسن. بتميز الأحجار الطبيعية بالصلابة وإن جودتها عالية ومقاومة للخدوش، كمان ان بريقها ما بينطفيش وجمالها بمرور الوقت ما بيحصلوش حاجة، فهي بتدوم معانا لسنين طويلة بنفس الشكل. كمان بيتنوع ملمسها واشكالها والوانها، وان احنا نقدر نوظفها في مساحات الديكور عندنا وفي الالوان بتاعة الديكور بتاعتنا زي ما احنا عايزين، يعني مساحة الابداع فيها كبيرة. ممكن نوظفها كمان في ديكور داخلي او خارجي. الوانها واشكالها مريحة للعين وبتناسب كل الاذواق سواء كلاسيك او مودرن، كمان ان هي سهلة التنظيف لو حصل لها اي اتساخ وما بتحتاجش كتير من المجهود. الاحجار كمان بتكون عازلة لدرجة الحرارة، وكمان هي خيار عملي للمطابخ وديكور المدفأ. الاحجار ممكن نستخدمها في غرف المعيشة او في الصالون، ممكن نستخدمها كمان في ديكور الاعمدة، لان طبعا ما فيش عندنا شقة ما بيكونش فيها اعمدة كتير، واحنا بنحتار كتير ان احنا نعمل ديكور الاعمدة ده ازاي، فكسوة الحجر الاعمدة بتكون اختيار مناسب جدا. كمان غرف المكتب، غرف النوم بتديها احساس بالدفء، الريسبشن بتدي احساس بالفخامة، زي ما اتفقنا ممكن تبقى كمان في المطبخ او ديكور للمدفأة لو احنا عندنا مدفأة في البيت. استخدامها في المطبخ بيساعد على عزل درجة الحرارة العالية، وكمان هي بتتحمل العوامل المخالفة وسهلة التنظيف. احنا ممكن كمان نستخدمها خارجيا في التراس او الحدائق. يعني هي خيار عملي ومثالي نقدر نستخدمه في ديكور المنزل.